بمناسبة اليوم العام للمرأة هو حفل يختص بالجائزة المهنية للمساواة بين النساء والرجال داخل المقاولات. احنا كنعرفوا بأن المقاولات يمكن تلعب واحد الدور كبير في إعطاء المرأة مكانة، مساواة مع المرأة في التشغيل، مساواة مع المرأة في تقليل المسؤوليات، مساواة بين الرجل والمرأة في ظروف العمل وتيسيرها وتسهيلها، والمساواة بين النساء والرجال فيما يخص الأجر. وبالتالي هذه الجائزة هي باش تحث وتشجع المقاولات أكثر على الأخذ بهذه المعايير ديال المساواة. وليست هذه المرة الأولى اللي كتنظم فيها هذه الجائزة، هذه السنة الرابعة، والحمد لله هناك مقاولات كثيرة دارت واحد الجهد كبير وتطورت في هذا المجال، وبالتالي جات هذه المناسبة باش تعطى لها الجائزة وتتكرم والاعتراف بالجهود ديالها. هذه واحد المناسبة اللي كنجتمعوا فيها باش نكرموا المقاولات الوطنية، المقاولة الوطنية اللي تحترم المبادئ ديال المساواة داخل فضاء العمل، وهذا بالنسبة لنا واحد المسألة أساسية جدا. كنخدموا على واحد المجموعة ديال البرامج، هذا واحد منها. كنخدموا أيضا على واحد على برامج مع مجموعة من الجمعيات اللي كندعموها في إطار برامج مشتركة من أجل توعية النساء وتوعية العاملات وتوعية المقاولات أيضا من أجل احترام المبادئ ديال المساواة وتكافؤ الفرص داخل المقاولة. طبعا هذا كيجي في التفاعل الإيجابي مع النص الدستوري وتنزيل النص الدستوري اللي كرس هذا المبدأ، وطبعا أيضا التفاعل مع الالتزامات الوطنية على المستوى الدولي، الاتفاقية 100 اللي وقعت عليها بلادنا اللي كتخص المساواة في الأجر، والاتفاقية 111 اللي وقعت عليها بلادنا أيضا اللي كتخص المساواة في المهن بين النساء والرجال. بلادنا حققت نتائج مهمة في هذا المستوى، هذا لابد أننا نزيدو نكرسوها ونزيدو نمكنو للمرأة بما يمكن أن يساعدها على المساهمة في المجهود التنموي الكبير اليوم اللي كديرو بلادنا. ما يمكنش أن نراهن على تحقيق نتائج إيجابية على المستوى التنموي دون أن يشارك النصف الثاني في المجتمع من هذا المجهود التنموي. ما يمكنش نزيدوه بنصف المجتمع فقط، ولكن أيضا ضرورة إدماج وإتاحة الفرصة للنساء أيضا باعتبارهن يشكلن كتلة أساسية في المجتمع، لابد أن ينخرطن أيضا في المجهود التنموي اللي كيدير على المستوى بلادنا من أجل الاستفادة من المجهود ديالهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.